وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد. خارج عن التقليد، التقليد على قسمين: تقليد أعمى يتعصب له ولو كان مخالفاً للدليل، نعم هذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره، تقليد الأعمى الذي يؤخذ بالقول ولو خالف الدليل، هذا برأ الله منه أهل العلم. أما التقليد بحق، تقليد بالحق، تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، هذا تقليد بحق، وهذا اتباع، هذا اتباع لأهل الحق، سموه تقليد أو سموه اتباع، المعنى واحد. يوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع، اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يسمى اتباع، اتباع على من كان على الحق، فنحن نتبعه. نعم.